مين معنا شباب؟ خلونا ناخد هاتفيا ايضا السيد اسامه القواسمي المتحدث الرسمي باسم حركه فتح. تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا بكم. والله ننقل لكم ولانفسنا التعازي، يعني هذا يوم يعني الكل حول العالم الحقيقه بيضع بيده على قلبه تخوفا من صدور هذا القرار، حتى وان كنا قد سمعنا بالفعل عنه منذ ايام، ولكن ربما للحظات الاخيره كان البعض يتوقع انه تصدر الاداره الامريكيه نفيا او تاجيلا او تشكيكا في المعلومه حتى، ولكن للاسف لم يحدث هذا. للأسف الشديد هذا ما أبلغ الرئيس الأمريكي للرئيس أبو مازن بالأمس عن نيته اليوم الإعلان عن نقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس، وهذا بمثابة اعتراف بأن القدس موحدة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا وعد بلفور ثاني، هذه جريمة في حق كل العرب والمسلمين في العالم، هذا خرق للقانون الدولي، هذا لا يمكن أن يمر بالمطلق. نحن سنواجه هذا القرار بالرفض بالإجراءات السياسية والقانونية والدبلوماسية والشعبية. الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن تسرق القدس مرة أخرى. يكافئ الجلاد المجرم الإسرائيلي الصهيوني الذي يعيث بالأرض فسادا في كل لحظة، سواء كان في القدس أو في غزة أو في الضفة أو في كل الأراضي الفلسطينية، وسبب النكبات والمذابح والمجازر للشعب الفلسطيني، لكي يكافئ على هذا الملف وهذه الإجراءات المتتالية وجرائم الحرب، لأن البيت الأبيض سيعلن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. القدس جوهر الصراع، ولا دولة فلسطينية دون القانون، دون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. الولايات المتحدة الأمريكية في هذا القرار إذا ما تم اتخاذه، ونأمل أن يتراجعوا للحظة الأخيرة، ولكن إذا ما تم اتخاذه تخرج نفسها بشكل كامل من أي عملية سياسية، بل هي تدمر العملية السياسية وتدفع المنطقة إلى العنف بشكل كامل. البعض الآن يتحدث عن الخيارات المتروكة، وكنت منذ دقائق قليلة أتحدث هاتفيا مع سيادة المستشار محمود الهباش، وكنت أسأل هذا السؤال: هل لدينا كعرب وكمسلمين كروت للضغط على الإدارة الأمريكية فور اتخاذها هذا القرار؟ وأعلن أنه نعم لدينا الكثير من الكروت كما ذكر سيادة المستشار، ربما خاصة منها الكروت الدبلوماسية. وكنت أتساءل الحقيقة بعد هذا الاتصال لسيد قواسمي، يعني من الذي يحتاج إلى من؟ هل نحن كعرب بصراحة شديدة حتى نواجه أنفسنا بمنتهى الصراحة، لأن الموقف أصبح أكثر تعقيدا من أي وقت سابق؟ هل نحن كعرب بحاجة إلى علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية أم العكس؟ العكس تماما، العكس تماما، ولكن نحن لا نستطيع قراءة إلى هذه اللحظة الواقع الدولي. العالم لا يتكلم لغة التسامح، ولا يتكلم مع العالم بلغة العاطفة ولغة الشفقة، بل يتكلم بلغة المصالح. وعندما نقف مع ذاتنا، عندما نقف مع كرامتنا، عندما نقف مع بعضنا البعض، عندما نحيد الخلافات قليلا ونقف مع كرامتنا ومع عزتنا ومع إمكانياتنا، نستطيع أن نجبر العالم كله على أن يحترمنا. هذا القرار الأمريكي دليل على ماذا؟ على عدم احترامه لكل القادة العرب والمسلمين دون استثناء. هذه الحقيقة، على أنه لا يعير وزنا لكل الشعوب العربية ولا كل القادة. علينا أن نتكلم بصراحة، علينا أن نبتعد عن اللغة التي تحاول فيها أن نسير الأمور أو أن نغطي الشمس بغربال. الشمس لا تغطى بغربال. بالنسبة للإدارة الأمريكية ولكثير من الدول في العالم، الدولة الاحتلال الإسرائيلي أهم من كل العالم العربي بما فيه من ثروات بشرية وبترول وغاز وإمكانيات، لأننا متناحرين ومختلفين على كل شيء. نعم لدينا الكثير من الأدوات إذا ما استحسننا وأحسننا استخدامها مع الولايات المتحدة الأمريكية. كل مصالح الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول العربية، ولكن هي لا ترى أن هناك ردة فعل حقيقية، هي ترى أنه شجب واستنكار كما حدث في الكثير من المناسبات. ولكن إذا ما ترجمت هذه المصالح إلى لغة حقيقية، ونحن قادرون بهمة الرجال والقادة العرب الحقيقيين أن نترجم هذه المصالح إلى لغة، وأن توضع القدس والقضية الفلسطينية على سلم أولوياتها. القضية الفلسطينية ليست قضية الشعب الفلسطيني وحده، هي قضية الأمتين العربية والإسلامية. صحيح. ونذكر لكل من ينسى أن القدس هي أولى القبلتين، وقرارات الجامعة العربية وقرارات القمم العربية المتتالية
منذ العام 67 إلى هذه اللحظة تؤكد على حماية القدس بكل ما أوتينا فيها من قوة وأنها عاصمة الدولة الفلسطينية، إضافة إلى قرارات الشرعية الدولية التي كان آخرها في ديسمبر 2016. ولكن هذا الجبروت الأمريكي وهذا الانحياز السافر المنقطع النظير للصهاينة ولدولة الاحتلال الإسرائيلي يجب علينا يحتم علينا إعادة قراءة المشهد وأن نتعامل بجدية أكثر مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن الفلسطينيون سنواجه هذا القرار بالرفض، بالإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية، بتعزيز مكانة فلسطين في كل المنظمات الدولية، بالمقاومة الشعبية، بالوحدة الوطنية، بالتنسيق مع كافة الأشقاء العرب لكي نذهب إلى كل مكان لحماية أولى القبلتين والمدينة المقدسة بكل ما أوتينا من قوة. هل من ضمن هذه الأدوات التي تتحدث عنها سيد قواسمي، الأدوات التي يعني نستطيع أن نمارس بها الضغط على الإدارة الأمريكية للعزوف عن هذا القرار، هل من ضمنها مثلا أو مطروحة فكرة أنه قد يعتذر مثلا الرئيس أبو مازن عن التمسك باتفاقية أوسلو التي تم الاتفاق عليها في 93 ما بين 1993 ما بين الاحتلال الإسرائيلي وإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، هل عدم التمسك بهذه الاتفاقية مثلا تعتبر أداة من الأدوات التي نستطيع الآن أن نستخدمها ضد الإدارة الأمريكية؟ هذا سؤال في غاية الأهمية، إذ أن في توقيع أوسلو الكل يعلم أن القدس هي وأربع ملفات أخرى أرجئت إلى الحل النهائي، أي أن القدس جوهر الصراع وأساس من الأسس التي تم توقيع أوسلو. بهذا الإجراء الأمريكي هي تلغي اتفاقية أوسلو وتلغي أهم بند من اتفاقية أوسلو، وهذا يحتم علينا أن نعيد قراءة اتفاقية أوسلو برمتها، مع أننا ندرك تماما أن إسرائيل دمرت الاتفاقية ولا تحترمها، ولكن هذا يعيدنا إلى المربع الأول تماما، وأن نعيد صياغة طبيعة الصراع بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي ضمن خطة شاملة فلسطينية عربية مشتركة. ثاني، أؤكد أننا نصدق مع القادة العرب، مع الأردن، مع مصر، مع السعودية، مع الدول الأوروبية، مع كل الدول لاتخاذ الخطوات اللاحقة، ولكن بالتأكيد هذه قنبلة نووية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. هذا وعد بالفور ثاني، هذا يوم شؤم إذا ما تم الاعتراف بالقدس عاصمة الاحتلال أو تم اتخاذ قرار بنقل السفارة إلى القدس بتعزيز مكانة القدس كعاصمة لدولة الاحتلال. اعذرني سيد قواسمي بس لا أستطيع أن أنهي معك الاتصال قبل أن أسألك، ماذا عن التعاون والتكامل الآن والاتفاق بين يعني الفصائل الفلسطينية، يعني السلطة الفلسطينية الآن فتح مع حماس، مع جبهة التحرير، مع الجبهة الشعبية، يعني ما الذي تنوون فعله، ما هي الخطوة القادمة؟ نعم. يعني رب ضارة نافعة على الصعيد الداخلي، أن هذا يحتم علينا أن لا نعود بالمطلق إلى الوراء. الكل يعلم أن هناك جهود مصرية، والآن الأمور تسير وفقا للمخطط الفلسطيني بتكريس الوحدة الوطنية، لأنه يجب علينا أن لا نكون مختلفين، والقدس تجمعنا ولا تفرقنا. وأؤكد للجميع أننا سنتحد في مواجهة هذه التحديات المفروضة على الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية. نلتف حول القيادة الفلسطينية ونرفع العلم بألوان الأربع فوقا على أعلام الفصائلية، والأمور تسير باتجاه الوحدة الوطنية وتكريس برنامج لمواجهة هذا المخطط الأمريكي الإسرائيلي المنحاز تماما للجهة المخالفة للقانون الدولي تماما. أشكرك جزيل الشكر، تمنياتنا ب يعني النصر للقضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى طبعا. يعني مش قادر أقول لحضرتك أن قلوبنا معكم، لأنه الحقيقة هو وجع عربي كله، وجع كل عربي، وجع كل مسلم، وبالتالي يعني نتمنى إن شاء الله الخير والنصر للقضية الفلسطينية. جزيل الشكر لك السيد أسامة القواسمي المتحدث الرسمي باسم حركة فتح. عايز أقول لحضراتكم أنه يعني دلوقتي الفصائل الفلسطينية طبعا زي ما سألت السيد قواسمي وزي ما شرح إنها في تكامل، طبعا هو نفسه قال رب ضارة نافعة، يعني اتفاقية أوسلو دي اللي احنا كنا لسه حالا بسأل السيد أسامة عليها، السيد أسامة القواسمي عليها، اتفاقية أوسلو دي في 93 أول ما جم يتكلموا عليها، وإسرائيل كانت بتتكلم عليها مع 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 منظمة التحرير الفلسطينية ساعتها في 1993، اصلا الفصائل الفلسطينيه كلها اختلفت عليها، لانه وما فيش تقريبا غير حركه فتح هي الوحيده دي كانت طبعا هم هي على فكره طبعا هي صحيح سميت باتفاقيه اوسلو، ولكن تم التوقيع عليها في الولايات المتحده الامريكيه
هي بس تساق في واشنطن، مدينه واشنطن. طبعا زي ما احنا شايفين كان يعني هي اتسمت باسم وصل اوسلو، لانه كانت كان في مباحثات سريه كانت يعني سبقت هذا التوقيع على هذه الاتفاقيه في مدينه اوسلو النرويجيه، لكن التوقيع بشكل رسمي ونهائي عليها كان في مدينه واشنطن الامريكيه. اتفاقيه اوسلو طبعا بتعتبر اول اتفاقيه رسميه مباشره حصلت بين إسرائيل وبين منظمة التحرير الفلسطينية. إسرائيل آنذاك زي ما احنا شايفين حتى في الصورة ممثلها وزير خارجيتها شمعون بيريز، منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية آنذاك محمود عباس، وطبعا كان ساعتها في وجود بيل كلينتون وياسر عرفات. ورغم انه التفاوض بشان الاتفاقيه تم في اوسلو، لكن التوقيع تم في واشنطن زي ما قلنا بحضور الرئيسين وقتها بيل كلينتون وياسر عرفات ورئيس الوزراء الاحتلال الاسبق اسحاق رابين. الحقيقه انه ساعتها لما تم الاتفاق على هذه التوقيع على هذه الاتفاقيه، الفصائل الفلسطينيه نفسها بينها وبين بعضها اختلفت، حدث يعني شق في الصف الفلسطيني، لانه حماس ومنظمه وحركات بقى الحركه الديمقراطيه والحركه الشعبيه الفلسطينيه وفصائل كثيره جدا اختلفوا مع فتح، قالوا لا احنا مش هنمضي، لان احنا اصلا مش معترفين انه اسرائيل دي ينفع يكون ليها وجود او كيان على الاراضي الفلسطينيه. فدي كانت وجهة نظرهم ورفضوا تماما هذه الاتفاقية، لكن فتح آنذاك كانت هي تدير الدفة بشكل أكثر قوة وتركيزا، وربما كانت يعني ترغب في الحلول الدبلوماسية أكثر، وارتأت آنذاك أنه هذه الاتفاقية لمصلحة الشعب الفلسطيني وقامت بالاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على هذه الاتفاقية اتفاقية أوسلو. وبالتالي نأمل أنه تكون هذه الأزمة الآن تعيد مرة أخرى، وخلاص يعني مفترض أنه الفترة الماضية طبعا شهدت يعني توحد في الصف الفلسطيني من بعد التدخلات المصرية، هي جت في وقتها يعني. تخيلوا لو كان هذه الأزمة، هذه الكارثة التي نحن بصددها اليوم، وقعت في عز الوقت اللي كان في هناك تناحر واختلاف كبير جدا بين وشق حقيقي للصف الفلسطيني الفلسطيني. تخيلوا ده لو كان حصل ساعتها كان ممكن يحصل ايه. على الاقل دلوقتي في جبهه داخليه نامل ان تكون متماسكه واكثر قوه مما سبق على الجانب الفلسطيني، تضع يدها في يد باقي العرب والدول الاسلاميه، نتمنى انه يكون في كروت زي ما المستشار الهباش قال لنا نتمنى. لكن بمناسبه الكروت عايز اقول لحضراتكم على حاجه، وبيتكلم على الكروت يعني انه قال لك انه احنا في ايدينا كروت كتيره كمان، والسيد اسامه القواسمي قال نعم لدينا ادوات كثيره للضغط على الاداره الامريكيه. عايز اقول لحضراتكم انه الكل بيتحدث دبلوماسيا بس كمان اقتصاديا دي حاجه مهمه جدا. وهفكر حضراتكم بحاجه قبل ما اخد اتصال هاتفي الان برضو مهمه قوي. فاكرين ايام الرسوم الكاريكاتير المسيئه للرسول عليه افضل الصلاه والسلام لما حصلت من النرويج، من رسام الكاريكاتير النرويجي عفوا الدنماركي؟ فاكرين؟ طبعا العالم كله مظاهرات وبتاع، واحنا شاطرين احنا قوي في الموضوع ده. مصر، وانا فاكره والله، وده مش عشان احنا مصريين فمتحمل، مصر اول واكتر دوله اخذت موقف، ومننا فينا كشعب مش بشكل رسمي ربما، قال لك هنقطع المنتجات الدنماركيه، مش هنشتري لا زبده دنماركي ولا جبنه دنماركي، واي حاجه عليها مادن دنمارك هنعمل لها بويكوت، هنعمل لها مقاطعه. فاكرين اللي حصل ايه ساعتها؟ انا بحكي تاريخ، انا مش بحكي اراء شخصيه. أنا فاكرة كويس أياميها، بعد شهر واحد تقريبا، شهر واحد، وكانت الدنمارك عندها وقعدنا نقول اعتذار رسمي والرسام ده يعتذر والدنمارك كدولة تعتذر وبتاع، قال لك لا العند بقى والإيجو الأوروبي الغربي، قال لك لا مش هنعتذر واحنا عندنا حرية صحافة وعندنا حرية رأي وحرية تعبير وبتاع. عشان تعرفوا إنه مفيش حاجة في العالم اسمها حرية تعبير بنسبة 100%، دائما بتلاقي في مداخل صغيرة كده لتسييس الأمور. والسياسة اللي هي ممكن تيجي من الاقتصاد، لما يتوجعوا شوية من الفلوس. بعد شهر واحد ما كانوا رافضين تماما ومش عايزين ولا هنعتذر ولا أي حاجة. أنا فاكرة كويس فتحنا جريدة الأهرام هنا في مصر وثلجت صدورنا باعتذار رسمي نزلته السفارة الدنماركية آنذاك لكل المصريين ولكل العرب ولكل المسلمين، واحنا ولا نستطيع ولا نملك واحنا شركة مش عارفة ايه، مش السفارة، مجموعة شركات كبيرة قوي الاقتصادية اللي في مصر اللي ليها توكيلات في مصر هنا، واللي قطعناها قطعنا منتجاتها، اتعوروا خسروا مليارات الدولارات.
راحوا هم منزلين اعتذار وقالوا احنا بنشغل كذا، وعملوا بقى زي باي ليهم او سي في، واحنا بنشغل عدد كذا من العماله، واحنا كذا، واحنا اقتصاد، واحنا معرفش ايه وبتاع. خافوا من الحته دي. والحقيقه انه انا مش فاكره بقى ساعتها الدنمارك كدوله اعتذرت ولا لا، بس اللي انا فاكراه انه ما نزلش تاني بعدها كاريكاتير، وده يكفي. الاقتصاد مهم جدا. بمناسبه بقى الاقتصاد والادوات والكروت اللي ممكن احنا بقى كشعوب وكناس نعملها بقى، ومجتمع مدني وكل ده، ونقابات طبعا. فاكرين حضراتكم من 3 4 ايام في صباح دريم قرينا خبر وقلت لحضراتكم انه هذه الفكره في منتهى الاحترام؟ الكلام ده كان من 4 ايام قبل ما العالم كله ياخد باله فجاه يعني ان امريكا يوم الاربعاء النهارده المفروض هتعلن نقل السفاره. انه بيان كان اصدره نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي، قال فيه انه كان في اجتماع للنقابات العامه في مصر، وانها قررت اتخاذ خطوات طارئه وعاجله وهامه جدا في حال نقل السفاره الامريكيه واعلان الاداره الامريكيه لنقل السفاره من تل ابيب الى القدس. وانه اعتقد كان حاضر كل هذه يعني كل النقابات اعتقد كانت حاضره.